GFX Academy. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودرس جديد من الكورس بتاعنا. وهنتكلم في الدرس ده عن خاصية البن تول. البن تول بجيبه من هنا، والشورت كات بتاعه بي تقيلة من الكيبورد. أنا مش هضغط، أنا دايما بحب أشتغل بالشورت كات، فأنا هبعد شوية كده وهضغط بي من الكيبورد. طيب أنا دلوقتي داخل البن تول، خلينا نشوف البن تول ده بيعمل إيه. شوف معايا، أنا اضغط معايا ضغطة واحدة، هتبص تلاقي هنا حصل دايرة. هنا أقرب ضغطة كمان ابدأ يوصل لك بنا تاني. هخلي الباك جراوند أسمر، وهاجي على البين تول وخلي الاستروك ده أبيض، وهاجي هضغط ضغطة كده بيعمل لي حاجة زي كده، دايرة تبقى لونها بالبامبا بالشكل ده. طيب بروح بعيد شوية وبضغط ضغطة كمان، بيروح عامل لي نقطة وموصل لي بين الاتنين. طيب هنا وصل لي، هنا وصل لي، وهكذا ببدأ أشتغل وأعمل الشكل اللي أنا عايز أوصل له. أعمل شكل كده مثلا على حرف اليو. باجي لما برجع لأول الشكل، لأول نقطة أنا عملتها، باجي بروح جاي ناحيتها بلاقي في دايرة ظهرت لي. معنى الكلام ده اللي أنت ممكن هنا لو ما بتضغط كده خلاص بيقفل لك الشكل بتاعك، وكده بقى ستروك عادي. بقى روح راجع هناك، هنا بقى خلاص ستروك عادي جدا، ما فيهوش اي ميزه عن اي شكل تاني. طيب امسح الشكل وارجع تاني بالبين تول. البين تول لو ضغطت كده ورحت ضغطت كده، بس مش هسيب المره دي، هسحب شويه، ايه اللي حصل؟ عمل لي حاجه اسمها بيزير كورنر. بزير كورنر او الزاوية اسمها بزير، يبقى ليها دراعات كده بالشكل ده، دراع هنا ودراع هنا، ببدأ اشتغل عليه. طيب خليني اروح جاي على نقطة تانية واروح جاي، او عمل لي خلي نفس ابعاد البزير اللي فاتت وحطها لي. انا ممكن اغير شوية فيها او احطها زي ما كانت، بضغط ضغطة ضغطة عادية خالص فبيرسم لي الخط المستقيم بتاعي. اروح جاي هنا اضغط ضغطة واسحب، ضغطة واسحب، ضغطة واسحب، اروح على بداية الشكل بتاعي واروح جاي خلاص وصلت بينه. طيب قبل ما اطلع من الحتة دي، خلاص احنا خدنا الفرق بين الاتنين، عايز اجيب هنا السب سيليكشن تول ده. لما بضغط عليه بعمل ايه؟ بروح على الدراع بتاعها، اول ما باجي على الدايره الصغيره دي بلاقي اسود، اسود معايا كده، يبقى ممكن امسك البزير دي من هنا او من هنا. يعني بضغط بضغط كده جه البزير بنفس الشكل. خليني دقيق شوية لأن هو دقيق معايا شوية في الموضوع ده، خلي إيدي حساسة شوية. وباجي هنا بروح أول ما بلاقي إسمار كده وبمسك على طول وأنا مطمن، أهي. أو لما ألاقي دايرة يبقى هنا ما فيهاش بزير، يبقى أنا وأنا شغال ما سحبتش، لا أنا رحت جاي في النقطة دي. لو كنت تفتكر معايا رحت جاي دايس وخلاص على كده، فهنا بيقول لي الزاوية دي أنت ماسك الزاوية دي، أهي دي الزاوية بتاعتك تمسكها، ما فيهاش بزير، وهكذا بالنسبة لبقية الشكل. طيب خلينا بقى ناخد تطبيق عملي ونجيب مثلا من بره بالخاصية import to stage أو control R. اعمل لي import الصورة، أنا جايب صورة كده من على النت لمركب ونبدأ نشتغل فيها. دبل كليك نزلتها هنا معايا بالشكل ده، هصغرها شوية، هضغط كيو من الكيبورد شورت كات، وبعدين بضغط شيفت عشان احافظ على المقاسات، وابدأ اعمل حاجة زي كده. هنقول فيت ويندو كمبر على الويندو. خدت الصورة دي وحطيتها في لير، هي نازلة لي على اللير دي،
هضغط هنا كرييت نيو لاير، وبقفل اللي تحت بالقفل ده عشان ايه؟ عشان لما باجي امسك كده ما اتلخبطش اروح جاي ماسكها محركها او اتلخبط الشغل يلخبط مني. فانا قفلتها وباجي انا خلاص هنا، فانا قفلتها وباجي هنا واروح ضاغط الخاصيه بتاعتنا اللي هو البين تول وابدا ارسم. انا هكبر شويه كنترول زائد وبعدين ابدا اشتغل بالبين تول شويه اهو، اسحب ده خط مستقيم كده. ارجع تاني كنترول زد، بعدين هنا وهنا اسحب شويه عشان اعمل البوزه دي، بعدين هنا ده خط مستقيم مستقيم، ممكن امشيها كده مستقيمات المنطقه دي مستقيمات مفيش مشاكل فيها خالص اهو. اجي هنا مثلا بروح ضاغط بروح ساحب واخد الكيرف ده ومشي على طول، باجي هنا باخد الكيرف ده وامشي مفيش مشاكل على طول، ارجع كنترول زد باجي هنا اخش على المنطقة دي عادي خالص. الموضوع سهل أبسط مما تتخيل، بس أنت خليك معايا وطبق على طول ورايا، سيبك من العواميد دلوقتي. باجي لما بتعمل كده بروح جاي واخد البين تول واروح رايح على النقطة ماسكها، اروح رايح على النقطة دي واخد السب سيلكشن تول واروح جاي ظبطها كده، وبعدين البين تول واروح رايح دي ودي قافل الاتنين مع بعض كده، عمل لي الخط بتاعي. عايز بقى اظبط سب سيلكشن تول واخد الكيرفات دي مظبطها لحد هنا، مجرد ما بضغط السلكشن تول هنا خلاص بدأ يحول لي كل ده لخط واحد، هخليه مميز شوية بالأخضر بالطريقة دي. يبقى انت كده حطيت الرسمة ورا وبدأت تعمل تشتغل عليها. طيب انا عايز تخفي الرسمة خالص على العين هنا، يعني بتضغط فوق بتضغط بتلغي كل حاجة موجودة او ما بتشوفهاش او بتعمل لها هايد مؤقت او هايد هنا بالظبط، فبتلغي لك الرؤية في الليه اللي انت عملت فيها، تبدأ تخش على الشيب بتاعك بالشكل ده. وهكذا بقى انت هتبدأ تكمل انت بقية السفينة كاملة، وبعدين هتبعت لي ونشوف الموضوع ايه ونشوف النقطة
النقط اللي انت اخفقت فيها والنقط القوة بتاعتك وابتدي اعقب عليها. سلام عليكم.